طيب لو انا دلوقتي بعمل سامبلنج اوف انفينيت باندويث، انا دلوقتي لما باجي اعمل سامبلنج مثلا لحاجه انا مش عارف الباندويث بتاعها كام، ازاي اعرف السامبلنج بيريود اللي المفروض استعملها؟ ازاي اعرف السامبلنج فريكوانسي بتاعتي المفروض بتساوي كام؟ فدلوقتي اللي هيحصل ان انا، وده اللي بيحصل براكتيكالي في الدنيا فعلا، لما اجي بشتري يعني انالوج تو ديجيتال كونفرتر بيبقى في حاجه اسمها انتي اليسنج فلتر. الانتي اليسنج فلتر دي هو عباره عن لو باس فلتر بي ابلايد تو ذا انبوت سيجنال تو ميك شور ذات ذا سيجنال تو بي سامبلد هاز ا ليميتد باندويث. يعني لو انا عندي السبيكترم بتاع الحاجه اللي داخليه شكلها عامل كده وانا بعمل سامبلنج بتوايس اوميجا سي، هو اوريدي بيعمل لي لو باس فلتر قبل ما السيجنال تخش اصلا على السامبلنج. اوكي، لان انا بيسيكلي يعني انا حطيت يعني اكني ضربت فلتر شكله عامل كده في السيجنال دي علشان يطلع لي في الاخر السبيكترم بتاعي اللي هو شكله كده. لما اجي انا اعمل سامبلنج بقى بتوايس اوميجا سي، فيبقى دي هتتكرر بدايه من هنا، تتكرر هنا بدايه من هنا كده وتتكرر بدايه من هنا كده، بس مش هتبقى في تداخل بين الجزء ده وبين الجزء ده. لو انا خدت السيجنال دي زي ما هي وعملت لها سامبلنج بتوايس اوميجا سي عشان هي من مايس انفينيتي انفينيتي، يبقى بالتاكيد لما اخد نفس الشكل ده واعمله شيفتنج بتوايس اوميجا سي هيحصل بينها وبين الاوريجينال السيجنال بتاعتي او الاوريجينال سبيكترم بتاعي اللي عند الزيرو سنتر حوالين الزيرو هيحصل اوفرلاب. وانس ان حصل اوفرلاب يبقى ده اليسنج على طول، ما اقدرش اريكفر خالص منه، صعب جدا ان انا اريكفر من اليسنج. اوكي، فبالشكل ده كده رغم ان انا دلوقتي شلت بعض الحاجات اللي كانت موجوده عندي، اللي انا دايما احسن عندي 100 مره ان انا اخسر جزء من السيجنال اوكي على ان انا اخسر سيجنال كلها بالاليسنج. الاليسنج بيبوظ السيجنال كلها، انما لما انا بعمل لو باس فلتريشن زي كده الجزء اللي انا عملت له لو باس فلتريشن هو الجزء اللي جوه ده بقدر اخده جوه بشكل صحيح في الديجيتال سيستم بتاعي. اوكي، انما لو انا ما عملتلوش لو باس فلتر ده يبقى معنى كده الشكل الاصلي بتاعي ده هيخش في الديجيتال سيستم بتاعي شكله حاجه مختلفه تماما عن الشكل اللي انا كنت مدخله وملوش اي قيمه.